السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كسطان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق ونتكلم على عملة السولانا، العملة الإمبراطورية القوية. بصراحة أنا أسميها عملة قوية لعدة أسباب سوف نتطرق إليها في هذه الحلقة، لكن ما ثار انتباهي أعزائي الكرام هو الشخص قال لي في أحد الرسائل، هو هل العملة سوف تصل أو تقوم بإعادة الوصول إلى سعر $200؟ فبصراحة أحببت أن أضع هذا العنوان في الفيديو لكي يكون مشوق ويدخل كل ملاك عملة لونا، أو عفوا عملة سولانا، عملة لونا التجبالنا بصراحة، يعني كل ملاك عملة سولانا لكي يعرفوا أشياء مهمة جدا 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 عن هذه العملة ممكن أن لا يجدوها في أي فيديو آخر. ولكن قبل بداية هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فهنالك الكثير من الأشخاص بصراحة غير مشاركين، أنا دائما أكررها، غير مشاركين في القناة لكن يستفيدون من فيديوهاتنا وتوصياتنا، فتقديرا للمجهودات وتقديرا أيضا لعمل فيديوهات وتوصيات يومية، اترك لنا تعليق محفز ولايك، وأيضا اشترك في القناة وفعل في زر الجرس لكي تنضم إلينا، فأنا عندما أريد أو أشاهد اشتراكات ولايكات وتعاليق محفزة فبصراحة أتحفز أنا أيضا وأقدم المزيد من التوصيات والتحاليل. لكي لا أطيل عليكم أعزائي الكرام، نمر إلى ذكر بعض الأشياء المهمة في عملة سولانا. سوف نتكلم إن شاء الله ما هي أهداف سولانا، هل سوف تقوم تقوم بإعادة قمتها السابقة أو لا، وهل سوف تستمر في الصعود أو سوف تنزل، والكثير من الأشياء سوف نخصصها في هذه الحلقة. الآن سعرها أعزائي الكرام $41. منكم من يقول أن هذا السعر جميل جدا للدخول في عملة السولانا لأنها تبقى من العملات الكبيرة والجيدة، هناك من يقول أن ما زال هنالك نزول. سوف ننتظر ونرى في هذه الحلقة إن شاء الله، سوف نوضح كل شيء في التحليل عن طريق تريدينج فيو. طيب التوتال سبلاي يقدر ب 511 مليون، وأنتم تعرفون أني أنا أحب جدا السبلاي الذي يكون تحت المليار، أحب جدا مثل هذا العملات، فتكون لديها فرص كبيرة جدا للصعود. الماركت كاب يقدر ب 14 مليار دولار، وهو أمر جيد جدا في عملة السولانا. لحد الآن جميع الأمور تبشر بالخير أعزائي الكرام. طيب الأول تايم هاي أو أكثر سعر وصلته العملة تقريبا كان في $260، كان ذلك قبل 7 أشهر تقريبا، وأقل سعر نزلته العملة كان في 0.5. ومبروك للأشخاص الذين دخلوا عملة السولانا في أسعار 0.5، أنتم الآن أكثر من أغنياء. نحن سبق لنا أن شرحنا السولانا عندما كانت ب$3 تقريبا، أيضا مبروك للأشخاص الذين دخلوها معنا في تلك الأسعار. هنالك بعض الأشخاص يقولون سوف السولانا سوف يعني تنزل إلى ما نزل عليه لونا. لكي أكون معكم واقعي، سولانا بعيد كل البعد أن تنزل، ما توقع كل شيء في العملات الرقمية، لكن سولانا بروتوكول قوي جدا. وسوف نتكلم الآن على المشروع، ما هو مشروع عملة سولانا؟ سولانا كما ذكرت لكم هو بروتوكول لا مركزي لبناء تطبيقات لا مركزية مع معدل نقل يبلغ 65 ألف معاملة في الثانية، وهذا بفضل نظام الحوسبة الموزعة المتقدم جدا في عملة السولانا، على عكس معظم البروتوكولات التي تعمل بآلية إثبات الحصة أو ما يعرف بالـ POS أو إثبات العمل أو ما يعرف بالـ POW. يستخدم بلوك تشين سولانا آلية إثبات التاريخ، وهي آلية تشفير جديدة تضخم قابلية التوسع مع الحفاظ على أمان الشبكة. وتعد سولانا أعزائي الكرام من بين حلول الطبقة الأولى القليلة القادرة على دعم آلاف المعاملات في الثانية دون الحاجة إلى تنفيذ طبقات ثانية أو خارج السلاسل. لهذا أعزائي الكرام فهذا المشروع يعتبر مشروع ضخم وله مستقبل كبير جدا في العملات الرقمية. والأشخاص الذين قالوا هل العملة سوف ترجع إلى قمتها السابقة، يعني قال 200 وهي القمة السابقة كانت في $260، فأنا أقول لك أن العملة ممكن أن تروح أبعد من ذلك، لكن يلزمها صبر، تلزمها شجاعة،
فالعملات الرقمية تعلمك الصبر أعزائي الكرام، اصبر. فعملة الإيثريوم سبق لنا أن قمنا بشرحها عندما كانت في أسعار 130 دولار، الآن تقريبا في أزيد من 3000 دولار. وهذا يعلمك الصبر، الصبر نتيجته النجاح. طيب لنحلل الآن بعض النقاط أعزائي الكرام في عملة السولانا، ونقول هل ونرى هل سوف ترجع لقيمتها السابقة أو لا. الأمور واضحة جدا أعزائي الكرام، ستوب لوس، خلي ستوب لوس أعزائي الكرام. فالعملة ظهرت لنا ستوب لوس جديد أعزائي الكرام، يقدر تقريبا في أسعار 39 تقريبا، سوف نوضحها باللون الأحمر. أوكي أعزائي الكرام، فاعل 38 دولار. أنا بصراحة عملة السولانا لا أحب الدخول فيها بستوب لوس، لكي أكون معكم واقعي، فأنا مشتري فيها كمية محترمة، فبصراحة اشتريتها منذ أسعار 40 تقريبا، يعني قبل أيام قليلة. وإذا نزلت إلى تقريبا 34 سوف أزود، فيعني حتما سوف تصل إلى هذه الأسعار، لكي أكون معكم واقعي، سيكون فيها يعني هبوط بسيط. إذا قمت باصطياد عملة السولانا من أسعار 26 دولار إلى أسعار 39 دولار، فاشتري العملة وزود فيها، كلما نزلت العملة زود، لأن تبقى من العملات قوية، وأنا لا أظن أنها سوف تهوى بها إلى ما أسفل 26 دولار، إلا إن كانت يعني انهيار بسيط في العملة. أوكي يعني كلما نزلت، وأنا شخصيا إذا نزلت إلى هذه الأسعار سوف أزود في العملة. الآن تكلمنا عن مسائل النزول، ماذا عن الصعود؟ مثلا أينما يعني فين هي الأوقات التي أو الأسعار التي تبدأ فيها الإيجابية في عملة السولانا؟ أول شيء أعزائي الكرام، يجب اختراق هذا السعر، ضروري اختراق السعر 47 دولار، سوف يعطينا إيجابية، بعض الإيجابية، ليست الإيجابية كلها في العملة، إلى أسعار تقريبا 56 دولار. هذا هو الهدف الثاني في العملة أعزائي الكرام. الهدف الثالث تقريبا يوضح في 64 دولار، يعني أنا أقول لكم الإيجابية، وأكيد من أسعار 47 إلى 56 سيكون تذبذب، من أسعار 56 إلى 64 سيكون تذبذب، وممكن أن يهوى بنا إلى هذه الأسعار، إلى هذا الزون ممكن، لكن تبقى الأهداف قائمة في إغلاق يومي أعزائي الكرام. عندها 64 ممكن أن ننتقل إلى 74.54، وسيكون هدف رابع أعزائي الكرام للعملة، وسوف نحدد الهدف الخامس تقريبا سيكون في أسعار 88 دولار أعزائي الكرام. من هذه الخمسة أهداف أكيد سوف نقوم بعمل حلقة أخرى على عملة السولانا أعزائي الكرام، لتحديد بعض أهدافها المستقبلية. فمن هذا الحين أعزائي الكرام، من هذا السعر، يعني تحديد الهدف الأول تقريبا إلى الهدف الخامس أعزائي الكرام، ممكن أن ترتفع العملة إلى أزيد من 840%، وهذا أمر أعزائي الكرام جيد وجميل، ونتمنى ذلك. فإذا استمرت هذه الإيجابية أعزائي الكرام في عملة السولانا، فأكيد كما قلت لكم سوف نقوم بتحديث للعملة وإعطاء بعض الأهداف القادمة في هذه العملة، عملة قوية، أنا أقول لكم عملة قوية بمشروع قوي، كلما نزلت العملة فهذه مناسبة أو فرصة جيدة جدا للاستثمار في هذه العملة، اشتريها وخزن فلا تخف عن هذه العملة، لديها مستقبل جيد جدا. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا أعجبك هذا الفيديو دعمونا بلايك، لايك واشترك في القناة، وفعل زر الجرس أعزائي الكرام لكي تتوصل دائما بالجديد، فهناك حلقات شيقة وقيمة إن شاء الله في القريب العاجل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.